بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، نظمت جامعة البحرين للتكنولوجيا مؤتمر تقنية المعلومات في ظل تطور الحوسبة الذكية والتطبيقات الهندسية تحت عنوان تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال الحوسبة الذكية والهندسة، وذلك بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وبمشاركة نخبة من الخبراء المحترفين. وثمن سعادة وزير التربية والتعليم خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر ثمن الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في المملكة لتوفير البرامج الدراسية الحديثة في مختلف التخصصات والمجالات العلمية، واستضافة الندوات والمؤتمرات العلمية النوعية التي تناقش أهم القضايا، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة وخططها لاستقطاب مثل هذه الفعاليات الدولية النوعية في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للمؤتمرات العلمية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والصحية والطبية. وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين سباقة في مواكبة الثورة التقنية من خلال تحديثها للبنية التحتية الرقمية ونشر ثقافتها، ما أثمر عن رقمنة المئات من الخدمات الحكومية وتعزيز قنوات التواصل الافتراضي بين مختلف المؤسسات الحكومية والتعليمية، منوها بمبادرة المملكة بإطلاق جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وإطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في إطار رؤية شاملة ترمي إلى تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الواعدة. سعدت اليوم بحضور هذا المؤتمر الذي تنفذه طبعا جامعة البحرين للتكنولوجيا، وطبعا هو مؤتمر يركز على أمن المعلومات وطرق الدفاع عن أمن المعلومات مثل السايبر سيكوريتي وكاونتر سايبر سيكوريتي، ومثل هذه المواضيع للأمانة تشكل حجر الزاوية للمهتمين خصوصا في هذه المرحلة باعتبار الأمن الرقمي وأمن المعلومات بات أمر مهم جدا لجميع دول العالم ولجميع الأنظمة أن تهتم بمثل هذا الحقل من حقول العلم. طبعا اليوم جامعة البحرين للتكنولوجيا تعقد مؤتمرها العالمي الثاني تحت عنوان تكنولوجيا الهندسة والعلوم التطبيقية. المؤتمر راح يقدم أكثر من 100 ورقة بحثية راح تنشر في مجلات بحثية محكمة. المؤتمر تم ترتيبه مع IEEE International، والشيء الجميل في هذا المؤتمر أن اللي راح يقدمون الأوراق هذه مو كلهم أكاديميين، في هناك مجموعة كبيرة من العاملين في الشركات وأيضا من القطاع الصناعي. ICTAS 2023 is based on a theme. هذا المؤتمر يحمل فكرة رئيسية وهي تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال الحوسبة الذكية والهندسة، ويهدف إلى جمع الخبراء من مختلف بلدان العالم لتبادل المعرفة والأفكار. وقد تمكنا في هذا المؤتمر من استقطاب أكثر من 30 جنسية و160 ورقة بحث علمية. We have received out of this. My research is in the area of cybersecurity, cybercrimes. موضوع بحثي الذي أشارك فيه في هذا المؤتمر يدور حول الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، وبالتحديد عن الحروب الإلكترونية وكيفية منعها في القطاع الصناعي والأكاديمي، وهو ذو أهمية وله حاجة كبيرة. Cyber wars, which are